مشينا البنزرت وحكينا مع الناس، سمعنا مشاكلهم ومشاغل شباب الجهة اللي ما تختلفش على مشاكل شباب الجهات الأخرى. الدخول البنزرت عنده خصوصياته، وين لازم نتعداو على القنطرة الشهيرة اللي أصبحت في المدة الأخرى تمثل مشكلة كبيرة المتسافين الجهة بسبب الانتظار وقت طويل للمرور في صورة هزان القنطرة. عسام عسلام اخويا، اش احوالك يا اخويا؟ والله لاباس الحمد لله. وشنية زي زي خبزه بالليل تخدم بالليل؟ خبزتنا في الليل هذه. اه خبزتنا تاع الليل. تو القنطره ديما تتهزك يا ديما عندها اوقات عندها وقتها شنو كل يوم تتهز مره مرتين في صوره ماشي تعدى بابور تهز ما فماش بابورات ما تهزش يا ولدي شيء عيف ودي حديث ما يجيش القنطره طلعت والبط مزوق على جنب والرمركيب جنبه تو خدمته هيك تخرجها قدامكم احسب انت قد وقت نضرب نص ساعة وساعة واحنا نستنى يخرج هذاك ممكن يجي واحد اخر من هكا وما فما حتى حد من غادي براه ود في كهرباء وجاي من جاي من زرجورة ود في كهرباء علاش؟ علاش خاطر بوتي ياش خويا مسكر القنطرة مهزوز القنطرة مهزوز مالها شباب السيركيلاسيون ما بقاش تاع ود في كهرباء وما فماش ثنيه اخرى حلال ما فما حتى ثنيه اخرى هذه هي ثنيه تاع دومن